قبل لحد ما اطلع فاصل، جه اتحاد الكره الحالي ولهم كل الاحترام وكلهم ناس افاضل، اللي جاي اللي موجود هم كملوا اتكلموا مع حضرتك عايزينك تبقى معانا، اول ثلاث حاجات هتطلبهم ايه؟ انا عارف انا بطلب ايه يا سيف وهفضل هم ثابتين. إيه الشيء الاولاني عدم ممنوع التدخل نهائيا. الثاني الشيء الثاني حكام الاجانب ما يهوبوش ناحيه الدوري المصري غير الاهلي والزمالك، استقرار ميزانيه الحكام. الرابع خلاص كفايه كده انا مش عايز كده. هل المده مهمه بالنسبه لك؟ لا خالص مش مهمه والله خالص. يعني اللي يجيبك ما حددش مده. السنه اللي بيحدد تمشي بعد شهرين تمشي بعد سنه. ايه معنى يا سيف ان انا اكون موجود؟ ايه معنى ان انا اكون موجود وبشتغل غصب عنك وانت مش راضي عني عشان لمجرد العقد بيقول كده؟ مش مهم تكون راضي عني، المهم ان انا عندي مشروع الحق انفذه. راضي عنك يعني ايه؟ مش راضي عنك يعني لا راضي عن سلوكياتك لا ولا راضي عن شغلك، انك انت ما يحصل اصل دايما هيحصل. شوف لجنه الحكام انا هنا مختلف ليه؟ انا مش جايب مع احترامي يعني. انت عايزني اقول لك انا مثلا اشترط لازم عقد 4 سنين وسنتين؟ لا دي واحده خالص. جمال الغندور، عصام عبد الفتاح، كابتن فهيم، كابتن رضا البلتاجي، كابتن احمد الشناوي، ممكن كابتن يخش شويه كابتن سمير عثمان. انا النهارده وانتوا طبعا خبرات في الحته دي مختلف. مش هجيب النهارده حد النهارده تاريخ كبير في التحكيم عشان هفكر سلوكه واخلاقياته وادائه. يعني النهارده مع احترامي مش هاخد شيكابالا النهارده يلعب معايا اقول هجربك كده سنه، مش هاخد مثلا في الاهلي مثلا وليد سليمان مثلا هشوف كده يعني فات الميعاد. انت حضرتك بتتكلم على تاريخ يعني انت جاي عايزني انا عندي مشروع. طب ما تيجي نرجع للاصل للفيفا. الفيفا بيعمل ايه دلوقتي؟ بيعمل ايه في حاجه اسمها اداره للتحكيم؟ عقد اداره. طب ما انا بقول المده قد ايه؟ بس معاد حسب بقى هم قاعدين قد ايه. انا بسالك احنا عندنا حاجات محددات. لا امتى اللي انت مده تقدر تنافس فيها مشروع؟ لو في اتحاد موجود يعني. انا لو مكانك وجي مثلا حد قال لي هتيجي تقعد شهرين؟ لا. 4 شهور ممكن تمشي بعد شهر؟ لا مش ممكن. ممكن تمشي دي؟ لا. ما انا بقول لحضرتك لكن هتيجي ده انا لو حد قال لي تعالى انتخابات لمده سنه هقول لهم لا. ما انا بقول لك هعمل ايه؟ مش هقول لك ممكن، اصل انت قلت لي ممكن. لا هتقول لي ايه؟ انا عايزك لمده 4 شهور. انا ممكن اوافق. مش انت من الاول قلنا هنقعد 4 شهور؟ انا عايزك لمده سنه، انا عايزك لمده 4 سنين. ما هو ده الاتفاق. بس انا كابتن انا ما بكبر وببقى كادر كبير بحدد المده اللي انفذ فيها احلامي وطموحاتي. عايز تنفذ احلامك؟ انت عايزني 4 شهور عايز تنفذ احلامك اجي لك اسد خانه خلاص؟ ولا انا لو جيت لازم اصنع الفارق؟ طيب كويس انك قلت كده. اي رئيس لجنه حكام او اي لجنه الحكام في مصر في الظروف اللي احنا بنعيشها دي عشان تشتغل صح محتاجه على اقل تقدير طيب تقدير ما هو من 3 سنين لاربع سنين. ايوه ما هو ماشي، ما هو ده اللي بنقوله يا كابتن، ده اللي بنقوله. ما هو على فكره يا كابتن مش عيب. طب اقول لك على حاجه يعني على فكره انا عايز ادي حضرتك مثال. كابتن احمد شوبير اعلن انه نازل انتخابات اتحاد الكوره. اتحاد الكوره دلوقتي قال لك في احتمالات تبقى سنه. كابتن شوبير هو امبارح على الهواء قال لك لو سنه ما حدش هيخش. طب انسى. لا ما تطلبش مني حاجه سنه. أنا اعتقد ما قالوا انا ما سمعتش كابتن شوبير. طب ما قالوا من البدايه هو سنه. بس هو هتيجي سنه تعمل ايه؟ سنه ده حضرتك سنه عشان تخش انتخابات ما انتش ضامن هتنجح ولا لا، لكن سنه لا دي واحده بس واحده في فرق. لا حتى لو ضامن في فرق يا كابتن، حتى لو ضامن مفيش حد بيضمن الانتخابات يا كابتن. لا كملك بس يا كابتن ربنا كرمك في فرق بين ان انا هشتغل او حدير. دي حاجه ودي حاجه يا كابتن. هعمل ايه سنه؟ جيت ادير سنه هعمل ايه؟ انت بتقول لي انا دلوقتي انت دلوقتي حضرتك انت هدي لك مثال بسيط. لما اتفتحت قناه تايم سبورت هنشتغل يا جماعه كابتن. هي اللجنه كملك بس طيب بس اللجنه الخماسيه. طب ليه عايز اكمل ديت؟ هنشتغل يا جماعه كاس الامم الافريقيه بس اتفضل شهرين. طب احنا ليه وافقنا واشتغلنا؟ عشان لا. هو حدد من البدايه شهرين اشتغلنا شهرين. لا يا كابتن دي واحده بس. ده كان حدث كبير وبلاتفورم كبيره. أيوة. على ما بعد انت بتاخد حقوق الارضي على ما بعد. افرض انت هتقعد شهرين اتنين بس، انت قاعد شهرين اتنين وعايزني اشتغل معاك الشهرين دول اقول لك لا لازم تعمل لي عقد سنه يا كابتن. ده وضع وده وضع. انا حقق فيه ايه؟ انت النهارده عايزني بتاريخي اجي اقعد النهارده معاك 3 4 شهور اعمل لك ايه؟ انا النهارده انا بتكلم انا جمال الغندور مع احترامي يعني يعني بعتذر لحضرتك. لا 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 انا النهارده جاي عايزني اجي النهارده جمال الغندور اسيب بصمه. فاهم حضرتك قصدي؟ انا مش جاي جمال الغندور النهارده سلام عليكم وعليكم السلام يا مش حاجه. جه النهارده بلد طلبت حضرتك عايزينك كابتن تصلح لنا منظومه التحكيم وعايزينك كده 3 شهور. كل سنه وانتم طيبين. لا يمكن. ليه؟ التاريخ هيقول ان انا جيت قعدت شهرين ثلاثه. هقول لهم 3 شهور. طب انا عملت ايه؟ هقول لهم 3 شهور مش هينفعوا عشان اصلح التحكيم. هو ده اللي بقوله يا كابتن. طيب. يبقى انا النهارده انا كابتن انت عارف سبب عارف مشكله المنظومه الكرويه ايه يا كابتن؟ التوقيت وتنفيذ المشروع. يعني كل واحد قاعد حاسس ان على كف عفريت. اتكلم يا حضرتك النهارده مع اللجنه الخماسيه قاعده ولا ماشيه؟
معرفش. وناس افاضل مش عارفين. انا معرفش. واللي قبليه النهارده عارف ان ماتش ممكن يمشيه. ايوه واللي قبل اللي قبله عارف ان ماتش ممكن يمشيه. خلينا نتفق على حاجه، ان هم من ساعه ما تم تكليفهم عارفين ان هم مكلفين لمده سنه. كابتن انت سنه عملت ايه؟ ايه اللي استجد الجديد دلوقتي؟ اللي عشان ما نظلمش الناس. اللي هم ناس عملوا اداء رائع حتى الان بصراحه، بس أنا الوقت. هو انا بس عايز اقول لك، انا عايز امشي بس بالامور بواحده واحده. انا اوافق على اي عمل انا عارف نهايته امتى. بس تمام خلاص احنا اتفقنا. انا عارف نهايته يعني امتى. لو اي اتحاد كره طلب حضرتك شهرين ثلاثه تمام. لو انا عارف نهايته امتى. ايوه من الاول. من الاول قال لك شهرين ثلاثه ماشي. ولو لازم اتكلم معاهم بصراحه، انتوا عايزيني عشان اكون موجود بس ولا عايزيني عشان اشتغل ايه ولا عشان اعمل ايه؟ اللي هيعوزك شهرين ثلاثه. انا عايزك هقول لك بس واللي انا عايزه، واللي انا عايزه ده يحتاج ياخد مني الوقت ده. الوقت ده يكفيه ولا لا؟ ما هو يا كابتن لو عايزك شهرين ثلاثه يبقى عايزك بس، لا عايز مشروع ولا نجاح يعني ولا صورة؟ استقرار عايز صورة؟ اكيد لا طبعا. انا يا كابتن 3 شهور هعمل ايه؟ انا بقول لحضرتك انا سيف زاهر اهو، قالوا لي في انتخابات لمده سنه اتحاد كوره نجحت بالتزكيه. تاني برضه سيف، في فرق بين انتخابات، في فرق بين انتخابات يا كابتن. ما هو ده وبين عمل كابتن. ما هو الاثنين عمل. لا مش الاثنين عمل. لا 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 معلش اسمح لي. ازاي دي حاجه ودي حاجه؟ حضرتك بتتحاسب على ادارتك وهو بيتحاسب على ادارته. ده لا بعد ما انجح افندم. انما انا داخل الانتخابات واغامر باسمي واغامر بسمعتي وممكن انجح وما انجحش. طب ما انت هتغامر باسمي وبعدين في الاخر. لا يا كابتن مؤامرة. في التحقيق يا كابتن مؤامرة ازاي؟ يا كابتن هو انت يا كابتن ما تتولى. احنا مش عارفين نلتقي فيها. انت وعصام عبد الفتاح ما تيجي تتولوا ملف مش بتغامروا باسمكم؟ بتغامروا ده يعني اعتبر إيه؟ يعني اعتبر ان في يوم من الايام سيف زاهر جه رئيس اتحاد. انا بقول لك اهو يا كابتن جمال انا عايزك. هتقول لي ايه؟ انا توقعت هي دي بقى مشكله طلباتي 1 2 3 4 ومده معينه. انا ما غامرش. انت اكيد هتقول لي هو عصام عبد الفتاح انا ما غامرش باسمي ان انا اجي معاك وتمشيني بعد شهرين. هي دي مشكله التحكيم. عارف مشكله التحكيم ايه؟ ان رئيس لجنه الحكام بيجي بقرار من مجلس الاداره، ولو في حد في مجلس الاداره يعني استغلسك مش على هواه وراح لزمايله في المجلس، لا احنا لازم نغير الراجل ده، بيغيروا الراجل. هي دي المشكله. ماشي اللي كابتن جمال قالها. احنا عايزين نتخلص بقى.